19.08 هو المعدل الذي تصدرت به غديري أميمة قائمة الناجحين في ولاية الطرف لتمنح عائلتها فرحة ليس لها نظير هزت الكبير والصغير. تلميذة غديري أميمة من ثانوية جلالي اليابس بلدية بن مهيدي ولاية الطارف متحصلة على معدل 19.08 في شهادة تعليم ثانوي من شعبة تقني رياضي هندسة الطرائق. عام كامل نخدم على هذا المعدل وعلى هذه المرتبة والحمد لله توفقت في تحقيقها. العائلة اجتمعت بعد هذا النجاح وأعلنت الأفراح. والله وفقها ربي ونجحت والحمد لله. قضية إن كما يقولوا هنا المعدل كان مفاجئ وكان فرح، كانت فرحة كبيرة. كنت متفائلة إنني تحط رقم قياسي عام كامل، أتمنى لها نجاح، شرفت العائلة وشرفت ولاية الطارف. وهي بعد خافت خلاص ولدت العاد وبدأت تبكي قبل ما تخرج النتيجة، وإحنا كنا عبالنا ما حبيناش نقوله، خافت هي مصحة بعد فرحنا كل الحمد لله على هذا الإنجاز. أنا جد فرحة بمعدل أختي وكنت متوقعتها تدي أكثر من هكا، لكن الحمد لله على كل حال ونتمنى لها المزيد من النجاح وإنها تحقق حلمها وتصبح أفضل طبيبة في الجزائر. الالتحاق بالجيش الأبيض حلم راود أميمة منذ فترة ليست بالقصيرة، وها هي اليوم تحقق باكورة أحلامها الكبيرة. إن شاء الله أود دراسة تخصص الطب لأنه كان حلم الصغر الذي أسعى إلى تحقيقه. مبروك عليك. فرحة النجاح لا تضاهيها أي فرحة، وأميمة بعد المطابرة والكفاح بجهد جهيد استحقت هذه الزغاريد.